السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. أولا الشكر الخالص لكم جميعا على تفاعلكم ودعمكم لهذه القناة المتواضعة، شكرا جزيلا. إذا ما كنتش مشترك شرفنا بمشاركتك، وما تنساوناش لايك، ما تنساوناش عارفكم زوينة. نبدأ قصتنا اليوم. كيف شفنا في المينياتور شكون قتل فؤاد وكريم. فؤاد وكريم شابين مغربيين في مقتبل العمر، فؤاد 23 سنة وكريم 19 سنة، كيسكنوا مع والديهم في واحد المدينة هنا في هولندا اللي هي فينراي. وفي يوم 11 مايو سنة 2006 كيخرج المسمى فؤاد حوالي الساعة 12 ليلا، وكيتلقى بالصديق ديالو باش يمشي يسرقوا واحد المحل. كيف كتسمعوا؟ باش يمشيوا يسرقوا واحد المحل. هذا المحل هو محل مكون من طبقين زارعين فيه شي وحدين مخدر الماريوانا، يعني الكيف. هذا هو المخطط اللي كان عند فؤاد وكريم ذاك الليله. وصلوا هناك يعني حوالي 2 الليل، عيطوا لواحد الصديق ديالهم ثالث اللي هو رضوان باش يجيب السياره اللي غيديو فيها داكشي اللي غادي يسرقو. هادشي اللي جا في شهاده رضوان، كيقول بان فؤاد عيط له داك الليله وكان فرحان وقال له بانه المحصول يعني راه واجد، يعني غير يجيب السياره على ما يحيدوه من داكشي ويديوه في السيارة اللي غادي يجي. المهم ملي رجع حوالي 5 الصباح كيتفاجئ بواحد الجوج واقفين يعني في الباب فين داخل صاحبو كريم وفؤاد. اش غيدير؟ تخلع، ناض، هرب. المهم كيف قلنا ملي شاف داك الجوج تخلع رجع. انا هاد الشخص ولا كيتفرج فيا الاخ رضوان، انا كنحملك مسؤوليه هاد الشخصين لان ما كنتيش تخلى على اصدقائك. المهم هاد الشخص ملي شاف هادوك الجوج في الباب وهرب، يعني كانت 5 الصباح، هما قلنا وصلوا تما كاينه في 2 الليل. ب 5 الصباح هو رجع موراهم تلقى داك الجوج واقفين تما في الباب، تخلع مشى. ملي مشى يعني ما عرف شنو دار، واش مشى نعاس ولا يعني ما خبر شرطه، ما خبر والديهم، ما مشى لعند دارهم يقول لهم حقيقه ولادكم مشاو يسرقوا واحد الحاجه وراهم تكفضوا في ذاك الدار، يعني لحقوا شنو غتلحقوا. المهم ولا خاف يعني غي من غادي تتهم تهمه السرقه، ولكن الفاجعه هي كان غير تتهم تهمه السرقه، الفاجعه هي اللي غادي تحصل، ولكن الفجعة هي اللي غادي تكون اكثر ممكن واحد تشد على السرقة. المهم ما مشى عند الشرطة هو والاخ ديال فؤاد الى حتى حوالي 12 ديال النهار. وشوفوا كي قلنا 5 الصباح حتى 12 النهار عاد تبلغات الشرطة، يعني ولا تبلغات الشرطة ما غتدخلش في نفس الوقت. وحتى الاقوال ديالو كان يعني مضطرب فيها، يعني اقوال ناقصه. المهم تحركت الشرطه لعين المكان، اول ما كيثير انتباههم هو واحد قطرات الدم على الحائط، يعني من تحت واحد السرجل. تما كيتبين بان يعني راه يقدروا هاد الجثتين تبلاو من داك النافذه لتحت. المهم دخلوا للطبق السفلي، ما كيتبين فيه شي جريمه ولا شي حاجه، ولكن هذيك الماريوانا اللي مزروعه تما كاينه، يعني اللي مصوب داك الشيء باحترافيه، لان كيف كنعرفوا الناس اللي كيصوبوا داك الشيء في ديورهم تيكون إليغال، ولكن كيصوبوه باحترافيه، تيسرقوا الضو، تيغلفوا الحيوطه بواحد البلاستيك كحل من الوراء وبيض من القدام، يعني كيصوبوا انابيب بالتهويه. يعني داكشي الا ما كانش احترافي راه كيتكتشف دغيا.
المهم ما عليناش، نرجعوا لقصتنا. قلنا كيف قلنا منين دخلوا يعني لتحت ما تلقاو حتى شي اثار جريمه تما كاينه، ولكن الكيف اللي مزروع تما كل الماريوانا اللي مزروعه تما كاينه، يعني الغروسه ديالها كاينين ولكن حتى النبته ما كاينه تما كاينه، يعني داك الشيء تحيد ومحصول تحيد. منين كيطلعوا للفوق عاوتاني نفس المشكل، كيلقاو النبته ما كايناش، يعني داك الشيء تحيد، ولكن في واحد الكوان تيلقاو ولا في واحد الركن تيلقاو الدماء تما كاينه. تما كيتبين هذيك دماء فؤاد وكريم، وتتبين بانهم تطلق عليهم الرصاص، يعني تقتلوا بالرصاص، لان كاين تما كاينه علب فارغه الرصاص. وتلقاو واحد الرسالة طريف ديال المخ لاصق في السقف، ماشي قرطاسة، يعني اللي تضرب تضرب من هنايا. وكيتبين حتى واحد ديال واحد الطرف ديال البلاستيك، هذاك البلاستيك اللي قلت لكم تيغلفوا بهم الحيوطة، حتى هذاك مقطع، هذا كيتبين بأن تلفات فيه الجثتين. تلقاو حذاء ديال تتبين بانه ديال الفؤاد، وفي واحد الركن تلقاو العده باش يعني اللي استعمل فؤاد وكريم باش دخلوا لذاك المكان. وهنا كيتبين بان هذه الجريمه قام بها اكثر من شخص، يعني ماشي شخص واحد اللي يقدر يدير هذا الشيء، ولكن كاين تما كاينه عده اشخاص. اجيو نشوفوا كيف حصلوا هاد الشابين يعني في هذا المكان المشؤوم. وهو في البحث ديال الشرطه تلقاو في الحيط واحد كان معلق، لقاو غير مسامر تما كاينه، ولكن تتبين بانه كان معلق جهاز انذار تما كاينه. هذاك الجهاز انذار يعني بالاشعه خدام، ما تيديرش صوت، يعني ملي كيتفاعل ما كيدير الصوت يعني في عين المكان بحال ديال المحلات العاديين، لا، هذا الانذار تيبعث رساله للهاتف اللي مكونتاكتي معاه، يعني الرقم اللي غادي مثبت عليه واحد الرقم هو اللي غادي يبعث له، تيبعث له يعني رساله بالوقت وبالصوره، يعني اي حركه، لان هذاك الانذار فيه كيف قلنا نقولوها هكا سنسور، وفيه حتى كاميرا تيمكن له التقاط حتى الصور، تيبعثهم للرقم اللي مثبت عليه. وهاد الجهاز تيشتغل او حتى هو تيشتغل برقم هاتفي، يعني حتى هو كتدخل له كارطة ديال التليفون بحال اي تليفون. وبما ان فؤاد وكريم لا علم لهم على هاد الجهاز، في الوقت اللي دخلوا تما كاينه وبداو تيحيدوا، كان الجهاز يعني دار الانذار ديالو وبعث الرساله لصاحب المكان. ومن الحظ كيتصاب جهاز اخر بحالو، نساوه ما حيدوش الفاعلين، يعني واحد تحيد وواحد ما تحيدش، بقى معلق تما كاينه في عين المكان في مسرح الجريمه، ودات الشرطة معها يعني البحث. المهم المحل كيتصاب لواحد السيدة شينوية يعني صينية، كتقول بأنها كرات المحل ديالها لواحد السيد بهوية ألمانية، عمل معها عقد وخلصها كاش. ولكن ملي بحثت الشرطة في هذاك النسخة ديال الهوية، كيتصاب بأن هذيك الهوية مبلغ عليها في ألمانيا بأنها مسروقة، يعني اللي كاري المحل مزور، ما معروفش، لأن كاري بطاقة ماشي ديالو. ولكن من يواجهتها الشرطة بأن شخصين ماتوا عندها في المحل ديالها، هي قالت بأنها كرات المحل وما عندها دخل شنو غيدار فيه، وهكا قالت إلا هادوك الجوج ماتوا راهم ماتوا وهي ما قتلتهمش، يعني كيف قالتو لا ماتوا راهم ماتوا، هي ما عندها دخل في هذا الشيء. ولكن الشيرمية كتعرف بزاف وساكتة، لأن خرجوا شوية من الموضوع، لأن بحال هاد المحلات هادو
يعني مثلا الا غير تكرا ب 1000 اورو داك المحل راه كيعطيوها 5000 اورو. يعني الناس اللي تبغي دير داك المسائل كتشد افواه الناس بالمال، الا كتكريه ب 1000 ها 5000 اورو وسكات. المهم هادشي علاش قلنا الشينويه عارفه بزاف وساكته. نرجعوا لليله الحادثه، وهو شهاده واحد السيده اللي النافذه ديالها كتطل على داك المحل، يعني مقابله معاه، كتقول بانها على الساعه حوالي 2 د الليل شافت ما كاينه شي حركه ديال المصباح، يعني البيل، وهذاك هو الوقت اللي كان فيه فؤاد وكريم تقتحموا داك المكان. وحتى واحد الجار على حوالي الساعه 53 دقيقه صباحا كيشوف تيفيق حتى هو على واحد صداع واحد السياره، ولكن طافيه الاضواء ديالها. وحتى نفس الجاره اللي فاقت مع الجوج شافت حركه الضوء، حتى هي كتقول بانها شافت واحد السياره طافيه الضوء، سياره صغيره وقيلت من نوع فولفو، طافيه الضوء تلتل عليه تبينش من نوع سياره، كتقولنا طافيه الضوء وما بين لا اللي راكب فيها ولا الالواح الرقميه ديالها، يعني ما بينش شكون اللي فيها. ونفس الجار اللي فوق كيف قلنا في 53 دقيقة تيقول تا هو ما بين 9:30 الصباح والعشرة الصباح كيشوف سيارة صفراء جات لذاك المحل، يعني بحال تنقولو فاركونيت ولا سطافيط، يعني صفراء جات لذاك المحل. وهنا غادي نرجع، هنا غادي نرجع للشخص اللي كنحملو تا انا المسؤولية. شوفوا دابا فين وصلنا، يعني حتى العشرة الصباح ومازال ما بان اثار على تبليغ ولا فين راه البوليس، فين راه الاهل ديال هاد الدراري، لا بقات القضيه ساكته. ها هو العشرة الصباح اش كيشوف داك الجار؟ كيشوف بان جوج جاوا في طوموبيله، ومن بعد دقائق تيخرجوا واحد اللفه اللي راه جوج هذيك مدويه تما كاينه، و تيعاودو يمشيو ركبو في الطوموبيله ومشاو بحالهم. وكيقول عاوتاني في حوالي الساعة 12:45 ظهرا، يعني الوحدة للعرب، أنا قلتكم احنا وصلنا الوحدة للعرب، يعني من الخمسة الصباح هو الوحدة للعرب ومازال ما بان، كيشوف نفس الطوموبيل الصفراء رجعت لنفس المكان وبقات شوية ومشات بحالها. المهم كيتم لأن شاف السيارة شنو مكتوب عليها، كتكون ديال واحد الشركة ديال المواسير القوى تسحاجكم. الشركة يعني خلات مسؤولية على هادشي لأنها كتبيع السيارات ديالها ولكن ما كتصبغهم ما والو، كتبيعهم هكاك. تبين بأن هذيك السيارة هذي سانة اللور عام باش فات كانت شدات بالماريوانا، يعني شدات عامرة بالماريوانا، والمكان اللي تصابت فيه يعني تصابت في واحد المكان قبل الطوموبيله والمحل، داك المحل تيتصاب الجرب واحد الهولندي مسمى لاو، يعني معروف في عالم زراعة الماريوانا عند البوليس. المهم دازت سنة ديال البحث، تلقاو السيارة تباعت وتصبغات في لون آخر، لون بيض، ما بقات صفراء، دازت عام عليها. المهم خدتها الشرطة يعني البحث تماك، يعني كتقول الناس اللي قلبوا داك السيارة الشرطة المختصة بداك الشيء شرطة علمية بالطبع، قالوا ما عمرنا شفنا شي سيارة مغسولة من الداخل يعني بحال هاد السيارة، ولكن الروح عزيزة عند الله ولا الروح عزيزة عند اللي خالقها، يعني السيارة تغسلات وتصبغات ودوزات عام ولكن كتلقى فيها نقطة ديال الدم تحت المقود تحت البولون، كتلقى نقطة ديال الدم تما كاينة، هذيك النقطة ديال الدم دينا ديالها كتطابق مع واحد السيجارة كانت صابت في مسرح الجريمة، وهاد دينا كتطابق على واحد الشخص سميتو خيرت، يعني تصابت البصمات ديالو موجودة هي في مسرح الجريمة، وتصابت بصمات أخرى موجودة في مسرح الجريمة ديال أربعة الأشخاص، اللي هما خير ولاو والولد ديالو روي وصاحب روي أنجيلو.
ولكن هذاك انجيلو ما كانت عنده علاقة بالجريمة، يعني العلاقة كانت غير على ثلاثة، خيرت ولاو وروي. يعني كيف قلنا هاد ثلاثة هما اللي متهمين وهما اللي تيقولوا شافوهم كانوا في ذاك، يعني في ذاك الطوموبيل الصفراء، ولكن باش غادي تثبت بان هما اللي كانوا يعني ذاك الليله في مسرح الجريمه. ونرجعوا للبحث ديال الطوموبيل. بعد ما لقاو النقطه ديال الدم في الماكينه في اللور، تلقاو واحد طريف ديال واحد النبته هي كتكون مع الماريوانا ولا الوراق ديالها تما الماكينه، وهنا كيتبين بان هذه هي الطوموبيل اللي كانت في مسرح الجريمه ذاك الليله وتصبغات للون الابيض. المهم رجعوا لنفس الليله وحاولوا يشوفوا لكاينه شي كاميرا في الطريق، وكيلقاو غير واحد البنكه في الاوتومات ديالها كاينه كاميرا. كيف كنعرفوا دائما كاين كاميرا في الاوتومات، كيتبين بان هذيك السياره في نفس ذاك اليوم دازت من تما الماكينه حوالي 9:30. هنا رجعوا للجار فين شافها ما بين 9:30 ل 10، هي هذيك فين كانت غاديه، ولكن للاسف ما كيتبينش شكون اللي فيها ولا اللوحه الرقميه ديالها ما بيناش. هنا كيتبين كاين دلائل كتدين المتهمين، ولكن ماشي دلائل قويه يعني باش غادي تثبت عليهم الجريمه. تيقول لك المحل ديالهم ولكن ما كانوش داك الليله تما كاينه. المهم مع البحث كيف قلنا، حتى في البحث ديال جهاز الانذار اللي فيه البطاقه الهاتفيه، للاسف كتوجد الارقام اللي كانوا كيتصلوا بها يعني ارقام غير مسجله. ومن بعدها يعني سمعوا بانهم يكونوا من بعد قتلهم قطعوهم وعطاهم كغذاء للخنازير للحلوف. المهم الشرطة يعني دات بهذا الكلام ومشات لواحد المزرعة ديال المسمى لاو، قلبوا يعني في ذاك المنطقة وحتى حشاكم في البراز ديال الخنزير، ما لقاوش شي دليل على شي أثار على لحم بشري أو عظم بشرية. ولكن في واحد المكتب في ذاك المزرعة كيلقاو علبة فارغة ديال أحد الأجهزة اللي كانت معلقة تما كاينه، وتيلقاو يعني بطائق هاتفية من اللي كيستعملو هادوك اللي كتشريهم بلا ما كتقيدهم خدمو ورمي. ويعني هاد لاو صاحب هاد المزرعة اللي قلنا معروف عليه في عالم المخدرات، عنده سوابق مع الشرطة. المهم حتى المتهمين هربوا. روي الابن ديال لاو اتضح بانه في كرواتيا في واحد الوطير في ضيافه واحد السيده اسبانيه اللي العمر ديالها 32 سنه، وفي 21 مايو كيتبين بان المسمى لاو يعني كرا واحد القريب اللي كان فيه هو والزوجه ديالو والابن ديالو والسيده الاسبانيه. وفي البحث ديال يعني الباسبور ديال السيده الاسبانيه كتبين بان مالكه سياره هولندا بالاسم ديالها، وليت الحادثه تصورت بكاميرا يعني ديال مراقبه السرعه على الساعه 3:35 صباحا، وكتبين بانها صديقه ديال المسمى خير وكتسكن معاه في واحد المدينه قريبه من داك المدينه فينراي اللي هي فالو. والسيارة فين يعني فين تصورت ذاك الليلة بكاميرا مراقبة السرعة كانت يعني في الطريق المؤدي إلى مسرح الجريمة. وكيتبين حتى في البطاقة الهاتفية اللي تشدت يعني اللي شدوها في جهاز الإنذار بأنها بعثت إنذار بالضبط على الساعة 3:26 يعني 9 دقائق قبل ما تصور، يعني 3:26 وصلوا الميساج ناض شد الطريق، يعني مع 3:35 تصور في الطريق. وحتى يعني السينيال فين السينيال اللي استقبل فيه الرسالة ديال الإنذار كيتبين بأن الهاتف اللي استقبلها يعني جاي من الدار ديال هذا المسمى خيرت صاحب السبليونية. يعني كيف قلنا الرسالة وصلت 3:26 ناض 3:35 تصور
وصلوا لمسرح الجريمة 53 دقيقة، يعني 4 قسمين الصبح تما فين وصلوا لمسرح الجريمة. يعني كيف قلنا السير دوان حتى الخمسة عاد غيرجع، ها هو وصلوا موراهم، يعني ها هو وصل واحد موراهم. وهادشي كله ترصد في الهاتف اللي تستقبل الرسالة الإنذارية اللي جات من جهاز الإنذار، وهذاك التليفون تتبين بأنه هاتف رقم آخر، تتبين بأنه هاتف رقم آخر. يعني ملي وصلت الرسالة لخيرت فاش كان غادي عيط للاو باش نتفاهمو، ولاو جا هو وولدو من بعد، هما اللي جاو في السيارة الصفراء. كيف قلنا من بعد ما اتصل بصاحبو جا هو وولدو على الساعة يعني بالضبط 4:34 دقيقة كيطفاو التليفونات هادوك بجوج، يعني آخر سينيال فاش تطفاو كانوا كيعطي من مسرح الجريمة 4:34. شحال بقات للخمسة؟ يعني بقات 26 دقيقة. هذيك 26 دقيقة هي اللي وقع فيها شنو وقع؟ عاد جا صاحبنا، جا لقى داك الجوج تما كينهرب. يعني وكان نحاول يدير شي حاجة على الأقل، غادي نقولوا عمر بيد الله، يعني أجلهم غيوفى داك الليلة، ولكن على الأقل كانت توجد الجثة ديالهم. كانوا المتهمين يتضبطوا في عين المكان، ولكن صاحبنا ما دار والو. كيف قلنا أنا كنحملك أخويا مسؤوليات، خليتي على الأصدقاء ديالك. المهم كيتم القبض على المتهمين الثلاثة، يعني بقاو باعترافاتهم ما عارفينش ما شافوش. فرجات عليهم المحكمة، ولكن بقاو متابعين إلى حتى لقاو عليهم القبض. من بعد لقاو غير على الكبار، على لاو وخيرت. حكمت المحكمة على لاو بالمؤبد، وحكمت المحكمة على خيرت ب 14 سنة، لما استأنف خدا 20 سنة. اما الحلوف غنقولها هكا وسمحوا لي، الحلوف لاو من بعد ما خدا مؤبد يعني تحط في واحد السجن وقعت عليه ضغوطات، طلب يرحل لسجن اخر، داو لسجن اخر، ولكن ما قدرش يتخلى على الفانتازيا ديالو، ما قدرش على الحبس، وقرر يعمل نهايه لحياته وانتحر ومات. اما فؤاد وكريم من بعد توجدت الجثث ديالهم في واحد المكان، دفنوهم تما كاين قريب من مدينة فلو رحمهم الله. نتمنى الله ناخذوا عبرة من هذه الجريمة، وهذه الجرائم كلها اللي كنصرد يعني ماشي للتشويق ولا لهذا، ولكن للعبر، كلها عبر واستفادة. نتمنى الله ما كوش تقل على قلبكم. السلام عليكم، حتى الموضوع ولا الفلوق الجاي ولا الجريمة الجاية.